نقف الآن على الطريق الدولي، هذا الطريق الذي يؤدي من عدد من المحافظات الشمالية إلى منفذ الوديعة ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية، كما كذلك يربط المحافظات الشمالية بالمحافظات الشرقية كحضرموت والمهرة ومن ثم يؤدي كذلك إلى سلطنة عمان. هذا الطريق الآن أصبح شريان الحياة الوحيد بالنسبة لليمنيين كونه طريق دولي، ويعتمد عليه المغترب اليمني ذهابا وإيابا إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك كل من يفكر في السفر إلى خارج اليمن أو العودة من خارج اليمن إلى محافظته ومدينته. إلا أن هذا الطريق يعاني من عدد من المشاكل. الطريق كما هو واضح طريق ضيق، وهو طريق وفقا للمعايير الهندسية طريق ريفي أكثر من أن يكون طريق دولي. كذلك يعاني هذا الطريق من زحف الرمال، هذه الرمال التي نشاهدها. كذلك هذا الطريق يعاني من التهالك والحفر المنتشرة في هذا الطريق بشكل واضح، فلذلك هذا الطريق كما هو يؤدي وظيفته إلى نقل المسافر من المدن والمحافظات اليمنية إلى المملكة العربية السعودية وإلى محافظات أخرى، إلا أنه في الآونة الأخيرة وبفعل التهالك وضيق الطريق وعوامل كثيرة أصبح يؤدي كذلك إلى عالم الآخرة، إذ أن هذا الطريق يشهد يوميا حوادث كبيرة لا تخلو من موتى ومصابين في 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 هذا الطريق. سنحاول من خلال هذه الجولة التجول في هذا الطريق ورصد معاناة المسافرين والوقوف على الأحداث المميتة التي تحدث بشكل يومي في هذا الطريق. إذن مشاهدينا الكرام، لم تعد الحرب فقط هي التي تقتل اليمنيين، ولا الأمراض كذلك أو الجوع الذي اجتاح عدد من المدن اليمنية، إنما الطرقات تتربص كذلك باليمنيين وتصدر الحزن كما الحرب والأمراض والجوع إلى الأسر اليمنية بشكل يومي. سنحاول التجول في هذا الطريق للتعرف على مشاكل هذا الطريق عن قرب، فكونوا معنا. إذن سنحاول التجول في هذا الطريق للتعرف على مشاكله عن قرب، فكونوا معنا مشاهدينا الكرام. إذن مشاهدينا، كما تحدثت نحن على الطريق المؤدي، هذا يعتبر طريق دولي وهو طريق يربط عدد من المحافظات وبالذات المحافظات الشمالية وجزء من المحافظات الشرقية بمنفذ الوديعة ومن ثم المملكة العربية السعودية. هذا الطريق اليوم هو شريان حياة رئيسي بالنسبة لليمنيين، يعتمد عليه المغترب اليمني والذي يرغب في السفر سواء كان مريضا أو طالبا أو لمآرب أخرى، يعتمد عليه بشكل رئيس. هذا الطريق كما تشاهدون طريق ضيق ويعاني من التكسرات الموجودة فيه، كذلك يعاني من زحف الرمال، رمال الصحراء التي تكاد أن تغطيه. مشاهدينا الكرام، كما هو واضح هذا الطريق الذي نسير عليه، هذا الطريق لا توجد فيه أي إشارات للسلامة المرورية. الطريق كما هو واضح أيضا طريق ضيق وعرضه لا يتعدى 7 أمتار، مليء بالتكسرات والحفر. تقع على جانب هذا الطريق شركة صافر، شركة صافر النفطية، وهي من أكبر الشركات النفطية في اليمن. هنا أيضا على جانب هذا الطريق حقول النفط والغاز، حقول صافر النفط والغاز. لم تشفع هذه الثروة الكبيرة لهذا الطريق كي تلتفت
له الحكومات المتعاقبة وتعمل على صيانته أو تحديثه وفقا للمعايير الأمن والسلامة المتبعة في مختلف البلدان. الطريق هو وسط الطريق وسط هذه الصحراء وفي أماكن مقطوعة ومتباعدة، لا توجد أي مراكز صحية على هذا الطريق، لا توجد أي سيارات إسعاف أيضا على هذا الطريق، كذلك الإشارات السلامة غير موجودة، وإن وجدت فهي بجهود مجتمعية ومنظمات شبابية بعد أن ذاع صيت هذا الطريق وخطورة هذا الطريق وارتفع عدد الضحايا الذين يسقطون في هذا الطريق جراء الحوادث التي تحدث بشكل يومي، لا يمر يوم إلا ويحدث في هذا الطريق حادث مروري يروح ضحيته، تزهق فيه عدد من الأرواح. كما نشاهد هذه اللوحة أيضا هي واضح بأنها وفقا لمجهود مجتمعي وليست ولم تنفذ من قبل مصلحة الطرق. إذن مشاهدينا الكرام سنلتقي هنا أحد أفراد النقطة العسكرية في هذا الطريق لنتعرف أكثر على ظروف السفر. ممكن مرحبا بك. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نرصد حوادث السيارات، حوادث هذا الطريق بعد أن اشتهر هذا الطريق بحوادثه المميتة. طبعا الحوادث هنا كثرت خاصة في أيام الأعياد وفي أيام الغوبات تجاه الرياح الشديدة وتحمل الأتربة، وبعدين تحدث شيء من العتمة وقلة الرؤية وتحدث صدامات منها المطبات الحفر كثرة الزفلت ماشي تمام، يعني الطريق محفر مكسر محفرة، السواق يحاول يهرب من الحفرة يوقع في الحفرة الثانية بعدين يحدث صدامات، أما يصدم الذي قبله أو يصدم الذي بعد، كل هذا هو السبب الذي يؤدي إلى هذه الحوادث. طيب بمعدل كم الحوادث تحدث هنا؟ طبعا في الأسبوع أقل أسبوع يحدث فيه 3-4 حوادث أقل أسبوع، وكلها حوادث خطيرة وميتة، ما بيش ولا واحد ينجى منه، كلهم يموتوا أغلبهم. طيب هذا الخط الأكثر من يسافر على هذا الطريق المغتربون؟ المغتربون صح. المغتربون كلهم وطبعا والتجارة كلها الآن تمر من هنا من هذا الطريق، أيوة، لأنه المنفذ الوحيد الباقي لليمن. طيب هل توجد سيارات إسعاف، مراكز صحية على هذا الطريق؟ طبعا ما شيء مراكز إسعاف ولا شيء، إلا إحنا نقول إذا علمنا بحادث نقوم بنقل المصابين إلى صافر ومن هناك يتخذوا الإجراءات وبعدين نقولهم إلى مارب. إلى مارب إلى أين؟ إلى المستشفى العسكري أو مستشفيات مارب. إلى مستشفى مارب، هيئة مارب. إذن مشاهدين الكرام ونحن بدورنا بعد أن رصدنا مشاكل هذا الطريق سنحاول الانتقال إلى هيئة مستشفى مارب لنتعرف على عدد الحالات الوفاة التي تحدث في هذا الطريق وكذلك على الجهود الصحية، إن كان هناك جهود صحية التي تتبع للإسعاف الناس في هذا الطريق جراء هذه الحوادث التي تحدث بشكل شبه يومي كما تفضل الأخ، فكونوا معنا. انتقلنا بعد ذلك إلى هيئة مستشفى مارب وهي الوجهة الأبرز لكثير من ضحايا حوادث الطرقات وبالذات طريق مأرب صافر العبر حضرموت الوديعة، وهنا في قسم الطوارئ سنلتقي
مندوب المرور في هيئة مستشفى مأرب، لنتعرف من خلاله على عدد الحوادث، حوادث الطرقات، الحوادث المرورية في هذا الطريق، وكذلك ضحايا هذه الحوادث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نتعرف عليك أولا. أكرم السريحي، مندوب شرطة السير بهيئة مستشفى مأرب. طيب، هيئة مستشفى مأرب هي الوجهة الأبرز للضحايا، أليس كذلك؟ نعم نعم، يعني هو المستشفى الوحيد يعني في المنطقة، في هذه الصحراء، في هذه المنطقة. نعم. طيب، نحن نرصد ضحايا حوادث الطرقات، وبالذات طريق مأرب صافر، العبر، الوديعة، حضرموت. يعني بالنسبة للحوادث، هل بالفعل هناك حوادث في هذه الطريق؟ أكيد حوادث، يعني حوادث بشكل كبير جدا. متى آخر حادث كان في خط العبر؟ تقريبا قبل 3 أيام أو قبل، يعني أمس حادث. كم ضحايا حادث؟ 2 مصابين، يعني الذي وصلهم إلى هيئة المستشفى. مصابين إصابات؟ إصابة لا توجد وفيات. يعني لا يوجد وفيات في آخر حادث. طيب، إذا ما أردنا أن نتعرف على عدد الحوادث من بداية العام حتى يومنا هذا، الحوادث بشكل عام، أي من بداية 2017، يعني الحوادث بشكل عام بلغت يعني أكثر من 300 حادث تقريبا، يعني حوادث متنوعة. حوادث مرورية هذه؟ أيوة، كان فيها الحوادث الجسيمة تقريبا 61 حادث، الذي فيها وفيات يعني كان في خط العبر بنسبة 52%، يعني بنسبة 32 حادث في خط العبر وحادث جسيم الذي نتج عنها وفيات، والبقية في جميع الطرقات. كم عدد الوفيات؟ عدد الوفيات الذي بلغ في الإجمالية من بداية السنة 89 متوفي، منهم 46 في خط العبر مأرب صافر الوديعة. أيوة نعم. طيب، وفيما عدد المصابين كم وصل؟ عدد المصابين 534 بشكل عام، يعني في الحوادث كاملها تقريبا ما يقارب من 90 مصاب في خط صابر مأرب العبر. طيب، هل توجد معالجات لدى شرطة السير، شرطة المرور، توجد لديها معالجات؟ والله هي يعني شرطة السير هي تسعى جاهدة، ولكن يعني الأمر في يد الجهات المعنية. مثلا أسباب، إذا وجدت أنت أسباب الحوادث المرورية في خط العبر مأرب، هو سبب الطريق، يعني طريق غير صالح، الحفر كثيرة إضافة للسرعة الزايدة، خاصة أنه أغلبية الحوادث للإخوان الذين آتين من السعودية، يعني يضربونهم يعني عند وصولهم مش عارف الطريق، فبيحصل يعني من نتيجة السرعة الزائدة والحفر يفقد توازن السيارة على طول وجرى الحادث. إذن أشكرك شكرا جزيلا، شكرا لك على هذه المعلومات. إذن مشاهدين الكرام، هذا هو حال طريق مأرب صافر العبر حضرموت الوديعة. هذا الطريق يسلكه المسافرون لغرض الوصول إلى المملكة العربية السعودية وكذلك إلى حضرموت والمدن الشرقية، إلا أن عدد من المسافرين يصله الطريق إلى عالم الآخرة قبل أن يصل إلى وجهته. نلتقيكم في تغطية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.